تسير عملية الإنتاج في مصنع المكلل تعليب الأسماك على النحو التالي. أولاً نبدأ بإدارة الاستلام والتجهيز، وتوجد فيها قسمين، له قسم الاستلام، وفي قسم الاستلام هناك عمليتين، عملية الاستلام والخزن أو عملية الاستلام وثم التبطين والطبخ اللي هو سير خط الإنتاج. وفي سير خط الإنتاج يبدأ من اللي هو الاستلام ثم الوزن، وبعد الوزن في عملية التبطين اللي هو إزالة الأحشاء وتغسيل في كل هذه المراحل، طبعاً التغسيل مستمر. وبعد عملية التبطين تأتي عملية التقطيع، وتقطع الأسماك إلى عدة أجزاء بحسب الحجم وبحسب النوع، ثم ترص في اللي هو الأشباك، والأشباك ترص في حوامل. في موقع الطبخ يتم طبخ الأسماك بالغلي، تغمر طبعاً سلة الأسماك كاملة في حلة الطبخ، وتستغرق فترة زمنية ما بين ساعتين ونص إلى ثلاث ساعات أو أكثر من ذلك. طبعاً في اليوم الثاني يتم تقشير الأسماك المطبوخة لليوم الذي قبله، وفي عملية التقشير يتم إزالة له الجلد والعظام واللحم الأسود، وتكون قطع الأسماك جاهزة للتصنيع. وفي موقع التصنيع يتم له وضع الأسماك في ماكنة التعبئة وقطعها بحسب حجم العلبة بوزن ما بين 125 جرام إلى 130 جرام وزن السمك في العلبة. بعد ذلك يتم إضافة الزيت، وبعد إضافة الزيت وسحب الهواء من العلبة تغلق، يكون الإغلاق يكون جيد ومحكم، ويتم التأكد من الإغلاق وفحص الإغلاق بشكل جيد. مصنع المكلل تعليب الأسماك هو صانع الرائدة في الوطن العربي وعلى مستوى الجمهورية اليمنية. تم افتتاحه في عام 1979. في الوقت هذاك كان يعتبر يعني مصنع عملاق وصناعة وليدة في مجال القطاع السمكي، وكان لها آفاق واسعة في التطور وتحسين الإنتاج والجودة. العمال اللي موجودة في المصنع الآن يعني ما يقارب 580 عامل وعاملة، حوالي تشكل قطاع النساء فيه ما يقارب 60% من العدد هذا كله. تنوع العدد هذا ما بين أعمال عضلية وكوادر فنية مختصة وأصحاب شهادات عليا، يتنوعون في يتوزعون في كل الأقسام الفنية والإنتاجية والإدارية اللي في المصنع. طاقة الإنتاج في المصنع حالياً، المصنع قادر على أن يستوعب يعني يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 طن في الوردية الواحدة، بإنتاجية تقريباً ما يقارب 70,000 علبة إلى 90,000 علبة في اليوم الواحد. التسويق للإنتاج حوالي 75% يتسوق محلياً، و 25% يتسوق يروح للتصدير ما بين دولة السعودية والإمارات والدول الخليج كلها بشكل عام. لنا طموح ولنا يعني هدف نحاول نحن نوصل إلى الدول الأوروبية إلى أمريكا، لكن بحكم أنه الاشتراطات المطلوبة تكاد تكون يعني فيها نوع من الصعوبة لتحقيقها وتقيد بها، فنحن الحمد لله يعني بالنسبة لتسويقنا ومبيعاتنا مغطيين الجمهورية الحمد لله وكل محافظاتها الشمالية والجنوبية، وبرضه بالإضافة إلى الدول المجاورة في دول الخليج والوطن العربي.